عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا. لاباس؟ الحمد لله والشكر لله. عايشك. نتعرفوا عليك؟ الاسم الثاني هو شهرزاد كواف، معناها نعمل كوافير. داكوغ، عندك صالون معناها نتاع حلاقة؟ صالون صغير، مش كيف قبل. معناها أنت كنت عندك خير وتوا ولا عندك صالون صغير؟ الحمد لله والشكر. شنو تبدل مالغري مدام الدومين نتاعك؟ أنت اللي تلقى عندها حاجة صغيرة معناها كل ما تقدم كل ما تكبر في البروجي نتاعها. أول حاجة كان عندي المحل متاعي في المرسى، وبعدها سكرته، وبعدها بديت نسافر سنين وسنين وسنين وماشي الدنيا. قلنا خلينا عقب عملنا نرجع لتونس. عملت مشروع اللي أنا معناها بالحق هذه حاجة تقلقني وتقلق برشا ناس أصحاب الصنعة، اللي فما ناس داخلين على الموضوع هذي يجي ويكسروا. يا أخي احنا عنا، أنا واحدة من الناس عندي أكثر من 30 سنة، جيت عملت البروجي معناها كي نخدم في خدمه، معناها نخدم فيها خدمه نظيفه. باهي، تجي مثلا وحده تعمل انفورماسيون في 3 شهور تولي لك حجامه، تجيك من غاديك تكسرك ومن غير لا باتين لا اوراق لا حتى شيء. يعني احنا اصحاب المهن هذيا ما نقولوش ليه راهو حاجتنا بالشباب، اما الشباب يكون مؤطر، يكون معناها ماخذ الحاجه معناها على قواعد. مادام ساعات هكا نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي دي فورماسيون 3 ايام جمعه 10 ايام، هل هذو كافيين انه الشخص يعني يتمكن من الاختصاص هذا؟ اذا كان هو قاري وعنده الخبره وعلى الاكسبيريونس، معناها نقولوا احنا نتاع 3 سنين 4 سنين 20 سنه 30 سنه، راهو من مجرد ما يغزر يفهم. اما ناس تجي معناها ما عندها حتى موهبه، ما عندها حتى اتجاه، قال شنو قال انا نمشي نعمل فورماسيون تاع حجامه. والغرام قبل كل شيء. عاده تلقى طفله في دارهم تعرف قد كل شيء. اي غرام، انا اش قلت؟ الموهبه هي هو الغرام. معناها اذا كان انت هذاك، احنا حاجتنا بالموهوبين، مش انت تقرا 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 في الاخر بالكل ما لقيت ما تعمل تمشي تعمل تعلم الحجامه في روس اليتامى، ما يجيش. كي تكون موهبه ولدك ولا بنتك يا سيدي عنده موهبه، نميها الموهبه ما تكبتهاش. انا ضد باش تكبت الموهبه، سواء في الرسم سواء في الشعر سواء في الكوافير سواء في النجاره في القياطه. مش توا البنات الكل قال شنو هي تعمل فورماسيون تاع فوزونكل تهي والخياطه ما نعرفش شنو هي، يعني فما برشا مواهب. لونغلوغي اختصاص ما بين معناها المجال بكله، من ضمن المجال. من ضمن تمذا انا نعمل مكياج ونعمل تسريحه، من مستحيل كان ندخل لك في الفوزونك. علاش؟ خاطر ما نحب، مش ما نحبهمش، من ما نحب ما نحبش نخدمهم، خاطر مو هي الموهبه. والموهبه انا منميتها عندها سنين وسنين، وسافرت الحمد لله والشكر لله، مشيت قداش من بلاد وخدمت في القصور وخدمت في الدنيا كلها على اعلى مستوى. جيت انا حليت محل في مكان في بالي ناس تفهم، يا اخي لقيت روحي خاسره. عملت استثمار والاستثمار خسر، وخاصه في تونس. يعني معناها بصراحه مادام انت كي خرجت سافرت برشا، سفر ولا عشت غادي؟ انا عشت في برشا بلدان. وين عشت مدام؟ في الخليج. في الخليج. خدمت في الدومين هذا اكيد؟ خدمت في الدومين هذا اللي هو الدومين ملي انا صغيره وطورته، تويك راه قريب التقاعد. راه شنو احوال الخدمه في الخليج في الدومين التجميل؟ 5 سنين ملي كنت عند معناها في السعوديه، عندي 5 سنين تويك ولا 6 سنين انا في تونس. البروجي هذايا معناها بصراحه كسروه برشا ناس، مش كان انا نحكي على صنعتي، انا نحكي على برشا معناها حاجات اخرى، برشا مهن اخرى كسروهم الناس اللي هكاك مستهترين. واكثر حاجه توا قاعده تقوم بها الطفله هي تركيب الاظافر، معناها معروفه هذه. انا ما قلتش ليه راه، اما قلت اذا كان عندك موهبه ما يسالش، ما تجيش تضر الناس، خاطر هذيك امانه. انت ما تدخل في المجال هذايا كان ما تكون عندك ضمير مهني، وفي كل المجالات يلزم يكون عندك ضمير،
خاطر فيه فلوس صحيح، اما اخدم بضمير، ما تضرش الناس، اعطيني انا ما يهمنيش فيها كي تخرج. فما حاجات تويك اللي تعمل الكونسير، فما حاجات اللي تضر البشره، فما انت فما حاجات اللي في التجميل، نحكيو كتجميل ككل، فما ناس اللي تضروا في وجوههم، فما ناس تضروا في بدنيتهم، تمشي تعمل شفط ولا تعمل كذا ولا تعمل بوتوكس ولا كذا، ناس مش مختصين، ناس داخلين ما همش خادمين الحاجه على قواعد. هذا اللي انا الناشد وزاره الصحه، الناشد وزاره الصحه، والناشد اللي هو مهتمين بالمواضيع نتاع التجميل ككل، مش كان كوافيره كهو، لا لا، كصحه كامله في التجميل ككل. انا خاطر فما ناس يخسروا فلوسهم ويزيدوا يخسروا بدنهم، تمشي تنفخ هذية ولا تعمل هذا ولا تعمل هذا، تراسلها في كونسيل. هذاك اختصاص اخر جمله. كله كله تجميل بدون جراحه تقصد؟ كله. فما ناس حالين محلات اللي هما يحصلوا في الفلوس تمشي تعمل فورماسيون، هي ما عندها حتى ديبلوم في الصحه، وتمشي تقول لك انا نعمل تجميل، وتبدا تاخذ في الزرارق وتزرق للناس. انا نحكي سيشوار مش مشكرة يتغسل بالماء، اما اذا كان باش توصل وجه ولا باش توصل فوزونجل اللي هو فما برودويات يعمل كونسير، لا. ايه شفت كيفاه؟ وان شاء الله انا حاجه بركة نحب نوصلها مثال، رانا كي نتلهاو بالناس اللي هما موهوبين صح، راني انا معاكم، اما ناس ما لقات ما تخدم وتجي تضر الناس راني انا ضد، ربي سبحانه ما يحبش. معناها انت مدام ضد فورماسيون تاع 10 ايام وثلاث ايام وجمعه؟ لا لا، ها اذا كانت تكون على قاعده تكون عندها، وهذاك باش تتواكب العصر وتواكب معناها الحاجات الجديده، خاطر هو بحر. سينو تمشي تقرا في ايكول معترف بها وكها، معترف وشهاده معترفه، خاطر فما برشا يقول لك لا هيا ايش انا نقرا عند دار شكون باش يعطيني درشني ومش معترف، وتمشي تحل. مازلت كي جيت عندي تعمل في معناها تتعلم باهي، مشيت حلت محل، لا مشيت قرات. انا وحده من الناس زمان مشيت من محل لمحل لمحل، وبعدها مشيت قريت، وبعدها عملت المحل نتاعي، وبعدها بديت نسافر. كي مشيت معناها بديت نسافر على قواعد صحيحه. علاش رجعت مدام الخليج؟ باش نعيش عقب عمري في تونس، انا نحبها تونس. لا قريب التقاعد، الحمد لله والشكر لله، وان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله يا ربي شبابنا. انا نحب الشباب يخدموا تونس، نحب الشباب بالحق ما يمشوش يرموا رواحهم سوى بنات ولا اولاد. مدام يفهم الجدين وتقع صنعة اليدين، راني انا نحب الشباب والقرايه، وخاصه التعليم، وخاصه العلم نور. راهو كل انسان يقرا على روحه راهو يوصل، راهو مانيش باش نعيشوا احنا الناس كلها مديريه، لا لا، ربي سبحانه خلقنا درجات. مدام انت وين تحديدا في الخليج؟ مشيت لبرشا بقايا. بما انه معناها المطلوب معناها الدومين نتاعك في الخليج، تنصح الفتيات في تونس انهم يخدموا في الخليج؟ شوف اذا كان معناها بحكم تجربتي، اذا كان لقات رزقها في تونس وهي متمكنه ومنصليه بالقدا معناها في تونس، سواء في العائله والا في محلها ولا في كذا، رانا ماذا بينا يقعدوا بناتنا ما يمشيوش. اما اذا كان السبل مسكره يمشيوا بطرق قانونيه. راهو تونس حال العقود وحال فما التعاون الفني يمشيوا متمكنين، راهم قيمتهم بقدرهم، ما يمشوش هكاكا. شكرا.